صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. بداية، وجه رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون دعوة رسمية إلى أخيه الرئيس الأدرية سيد إلهام عليف بصفته الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية المقررة عقدها بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل. رسالة رئيس الجمهورية سلمها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة لنظيره من جمهورية أذربيجان أوغلو بيريف بيراموف على هامش مشاركته في أشغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. يواصل وزير الصيد والاقتصاد البحري للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد عبدين أمعيف زيارة العمل التي يقوم بها إلى بلادنا. هذا وكان ضيف الجزائر قد استقبل أمس من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بقصر الحكومة. وخلال هذا اللقاء تم التأكيد على علاقات الأخوة والتضامن والتعاون المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والإرادة السياسية التي تحدو قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا إلى مستويات أعلى من الشراكة والاندماج. تتواصل لليوم الثاني على التوالي الحملة الانتخابية للاقتراع الجزئي لأعضاء المجالس الشعبية لأربع بلديات من ولاية بجاية فرعون مسيسنا أقبو وتوجا وبلديتين من ولاية تيزي وزو أيت محمود وأيت بومهدي والمقررة يوم 15 أكتوبر 2022. وسط تطلعات المواطن بإحداث التغيير والديمقراطية التشاركية للنهوض بالتنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطن. طاش الحوايج قبلو كاين تما نكوني انا ادمنستراتور امبيريان فير هكا دور الشاب هذا اختيار رجال جاي يخدمنا يخدمنا في لا كومينا باسكو لا كومينا هي مقرض دور نكوني اوفان يفهم يقينا اتنخدم الى كومينا قينا باسكو واش واوتن في لاك شاك كومينا توت في لا كومينينس شرا تدي فلانا سلا جينيراسيون كي ناس لي جون كي سيتو لي زيليكسيون كي ايش باي ربي سي دي جون كي يدير لي منسون ان شاء الله صدرتي وتفدي لا كومينا نو تفدي فرحاني كفرحنا كل في الدارك ودورنا كل لا كومينا ان شاء الله تسقم. يجب يكون فيه نظام، يجب يكون فيه اون اورغانيزاسيون، يجب تكون فيه ما نقدروش نعيشوا في الفوضى. الفوضى ما عندها ما تجيب الفوضى. Donc il faut des élections. C'est quelque chose d'indispensable dans tous les pays, dans toutes les régions. نتمنوا الناس هذو راح يترشحوا عندهم وعي عندهم هدف خدمة المواطن. تغيوان تقول لاش ولاش الريسبونسابل كل شيء يحبس اما خام ونسعى المسؤول ونسعى الريسبونسابل دونك لي بروجي حبسن لي سيتويان ما رحنا لا كومين ودقطونا لا شغل نسناك يلزم ابار ليتا سيفيل لي بتيت شوز كي كني كل دايم تغيوان تاتاسي تخص نخص الكبردان نخص لي بروغرام لي كونستركسيون لابيتا باغ اكزومبل ولاش البني عطاس العباد اللي زدغن خامني قديمين تالي ما غرتي دات باغ اكزومبل خايب بردان ونخدم نارا اما انت لي وا الا قد سوا خدمت انت مني ارجيز هاد ديكرن خدمت هاد ديكرن اسنفك لا شارج تدرت النار صوت النار غنفوطي فلات شوي ثقيا انا قيا دون زان فيديا يعني الكتورال وسويت كان كلكا يعني دو كونفيونس كلكا دو دين يعني دو بروب يعني ويسانا كيني غادي يخدم اقلا كل سي كل حلاوه مثلا مزروا ثورا ايش بها ربي دراوانا دمش فاهم يا رانا يوكا كنا لا تذكرير وكل يوم ان بدا في نفوس الشاب اللي قادي يختار وين سولوي كي فا ميو لو سيرفير هذه اختيار انواع قد شن فلاس ومن بعد ايش بيض ربي ميم السيتويان كونك لي سيتويان نفاد شي طاح سي ثريواني نمي يق دا كان واي اون فاي نغدا كان وايين الا واش يخصن ذا الشاب اوسي كي دو انترفونير. دوليا استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب بلدة بيت سيرة غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب آخرون بالرصاص وحالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل.
وفي شأن اليمني أكد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس أن المجلس ملتزم بكافة بنود الهدنة الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة في البلاد وذلك مع قرب انتهاء أجلها متهما الحوثيين بالسعي لإفشالها. وقال العليمي أن الأزمة التي تعصف باليمن تسببت في معاناة 20 مليون شخص من المجاعة ونزوح نحو 4 ملايين آخرين إلى مخيمات داخلية في ظروف بالغة القسوة، فضلا عن الآثار المدمرة للتغيرات المناخية وما جاءت به من فيضانات وأوبئة. كرويا، يواجه المنتخب الوطني الجزائري سهرة اليوم منتخب غينيا بوهران في مباراة ودية هي الأولى ضمن تاريخ الفيفا لشهر سبتمبر، ويطمح الخضر من خلالها إلى تحقيق فوزهم الرابع على التوالي رغم أن الأمر يتعلق بمباراة ودية المقابلة ستكون منقولة على المباشر على القناة الأرضية ابتداء من الساعة 8:00 ليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الاستدعاء هذا اللي فرحت بزاف كي تلقيته. نشكر المدرب على الثقه اللي وضعها فيا، ان شاء الله نكون عند حسن الظن وظن الجماهير الجزائريه، ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله غدوه ان شاء الله باش نفرحوا الجماهير الجزائريه باذن الله. Je pense que ça va être quelque chose de fort. On a encore depuis que je suis en sélection, on n'a jamais joué on a joué à Constantine et à Alger, on n'a jamais joué à Oran. Et je pense que ça va être une grande chose pour nous comme pour le public. فحظ موفق لأشبال بالماضي في هذه الخرجة الإفريقية الجديدة. من جهته المنتخب الوطني للاعبين المحليين يواجه اليوم نظيره النيجيري بملعب حملاوي بقسنطينة في لقاء ودي دون جمهور. المباراة التي تنطلق ابتداء من الساعة 5:30 تدخل في إطار التحضير لنهائيات كأس أمم إفريقيا شان الجزائر 2023، فبالتوفيق لعناصر مجيد بوغرة. كرويا دائما، وفي الشأن المحلي تنطلق اليوم بطولة الرابطة الثانية هواة بإجراء 7 مباريات في مجموعة وسط شرق ومباراتين في مجموعة وسط غرب. بهذا الخبر الرياضي نأتي إلى ختام الموجز، في أمان الله.